السلام عليكم ورحمة الله. بنيجي هنا تاني والبيست ستار ليفل 2. البيست ستار ليفل 2 كتاب قمة في الجمال، بيخاطب كل الأهالي اللي ولادهم طالعين رابعة ابتدائي. كتاب بيست ستار ليفل 2 لونه كان أزرق غامق، الوقت يعني قلب على موف شوية ولا جايز من الطباعة مش عارف. برضو هنستعرضه من جوه. البيست ستار ليفل 2 ناس غدا زكي. أول حاجة أهو، اول حاجه بياخد الفيربس وبياخد الامر وبعدين المضارع المستمر، وبياخد بقى مهارات عليها وسكيلز كتير جدا، والملكيه وصفات الملكيه وضمائر الملكيه ومحادثات وبناء مهارات. يعني ازاي اطفالنا وازاي ولادنا يكتبوا باراجراف ويكتبوا يبداوا يكتبوا جمل انجليزي من دماغهم. بنيجي بعد كده اهو بيقول لي الازمنه اللي بيشتغل عليها الكتاب. الكتاب ما شاء الله لتأسيس كل الأطفال اللي ملحقناش نأسسهم في سنة رابعة ابتدائي. اهو اكسرسايز على الليسون، طبعا بيجيب كمية كلمات كبيرة جدا. اهوت املأ الفراغات بدي افعال طبعا اهو، وماتشنج كمية حل بيخلي الطفل يحل بشكل كبير جدا. النيجاتيف تمام. ليسون 2 طبعا بيدي كميه كلمات كبيره جدا، كميه فيربات كتير قوي اهوت. البريزنت كونتينيوس طبعا شرح يعني وافي قوي للقواعد وحل عليها اهو، وزي ايه ديالوج. ما شاء الله الكتاب شامل لكل الأزمنة المفروض ان الطفل هياخدها في سنة رابعة، حتى سنة رابعة اللغات فيها كمية أسئلة كتير جدا، ازاي الطفل يكون سؤال وازاي يتكلم عن ضمائر الملكية ويتكلم بصيغة الجمع وبصيغة المفرد. كمية الاكسرسايز عليها اهي، الكتاب منظم جدا. وجايب الورك بعدين ندخل في ليسون 2 اهو، بيجيب كلمات كمان كتير جدا. هنا هو بنيجي للصفحة دي بيقول لك انظر الى الصورة ثم اتبع المثال لتكون جمل. بيعلمنا يا جماعة ازاي الطفل او ازاي الام تساعد ابنها ان هو يكمل جملة صح. بيعلمنا مبادئ الباراجراف وازاي الطفل يعرف يكون جمل لوحده اهي تمام، وازاي بنستخدم في الكويتشن بالفيرب تو بي، وازاي بنرد عليه اهو اسئله ونرد عليها اهوت. بيستخدم مختلف الافعال اهوت، ان الطفل يشوف الاسئله بكل شكل ومع كل فيرب وازاي يرد عليها اهي. طريقه عرض الاسئله والطفل يكمل، وبعدين كميه تمارين. الكتاب ده بيأهل الأطفال اللي داخلة رابعة ابتدائي، الأطفال اللي ما تأسسش كويس كده. هوت بنجيب قطع ريدنج والطفل بالكمل. هنمشي على آخر الكتاب اهوت، هنلاقي بدأ ان هو يجيب ها الديالوج والحاجات دي اهو. ما شاء الله الطفل بيخرج من بعد الكتاب ده حاجة تانية خالص، تأسيس شامل، كمية تمارين مش هتلاقيها في كتاب فعلا. اهوت الفيربات كوتشن بيس او بنو، والبريزنت والباست، الفيرب بالبريزنت والباست. عبارة عن كام ورقة الكتاب؟ في الاخر طبعا دي مودلز كلها. الكتاب حوالي يعني 190 صفحة مثلا، 192 صفحة مليانين اهوات يا جماعة، وبطريقة سلسة جدا ومبسطة بتفهم الام وتفهم الطفل. وكمان في الاخر في مودلز انصر اهوات، ديالوج اربعة، الطفل يبدأ يقرأ كويس ويبدأ يكون سؤال كويس ويرد صح ويكتب صح ويكون جمل بطريقة صح. ميس غدا زكي يعني بجد ربنا يجعله في ميزان حسناتك، بجد كتاب ممتاز جدا، متوفر البست ستور، سعره ليفل 2 8
وستين جنيه. سعره ليفل 2 68 جنيه، موجود منه ليفل 1، موجود منه ده ليفل 2، وموجود كمان ليفل 3. وليفل 3 عبارة عن بيجمع التو ليفلز الاولانيين في كتاب واحد بس، طبعا على زيادة كبيرة جدا في المعلومات، كتاب يعني ما شاء الله.